أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام يوسف رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلمه في الدارين اشتغال الإمام بحوائج المسلمين اشتغال الإمام بحوائج المسلمين بعد الإقامة إمامك إن أكون مشغولا حوائج المسلمين تإقامة كدي باب كيدي ويان يعني إن شرطي أهين كل كساء الله إقامة من صلاة ظهر إلا قلو أخرج عبد الرزاق عن أسامة بن عمير قال حير كانت الصلاة وحيا هي الصلاة تقام تيلو أوغو إلا إقامة قال كي لا يقام كذب فيكلم الرجل نبا الله لي النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته بكر في حاجة بكر هذه صلاة بلا يقام نبا إيمان النبي صلى الله عليه وسلم دن أوليه في حاجة بكر هذه أو تكون له نكا أسقناتي فيقوم وإستاج نكاسي بينه وبين القبلة أي النبي قال تاغني عليه السلام فما يزال كزول مي قائما إنه نكاسي تاغني يكلمه يكلمه نبي قال الله عليه السلام فربما وحالك يا رأيت قومي جماعات كقار كم ذوها ينعس للمون هيا من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم نبي سرجو قيسى أوغي كذا في الكنز وأخرج عبد الرزاق أيضا وأبو الشيخ في الآذان عن أنس مثله كما في الكنز وعند ابن عساكر أنها كانت تقام بعشاء الآخرة شاء قدم به فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل نبي عليه السلام نبي الله استاغي يكلمه والله ضيا حتى يرقد إلى كسعدان طوائف من الصحابة صحابة قيب كم ذها ثم ينتبهون ويسوك عيان إلى الصلاة بيسوك عيان كذا في الكنز وأخرج أبو الشيخ في الأذان عن عروة قال حير كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يقيم المؤذن أقيم كذب ويسكتون أي آموسان يكلم في الحاجة نبي عليه السلام دن أي لقلها الدجري فيقضيها دن تسوسو قدي وبعد الإقامة قال حير وقال أنس بن مالك وكان له نبي وحاوس بن عليه السلام عود البكارات وكره يستمسك عليه وعسكض بكارات وعسكن بعد الإقامة دن وقدي كذا في الكنز وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن أنس قال حير كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما أي النبي قوها عليه السلام وكان لا يأتيه أحد مجر قف نبي قوي مادة أو دن أولي مادة هدون هين إلا وعدة بلن بأقاذي هدو هين دن تلقى له النبي عليه السلام وأنجز له إن كان عنده هدو النبي قد دن تهين وجودي وأقيمت الصلاة بلا أقيمي وجاءه أعرابي باويمد فأخذ بثوبه مرض النبي قبصد عليه السلام وإقامة كذب دنتي أولها بكرم ما يستي مركو دنتي كرم ما يستو النبي سيد داعي أي فقال أعرابي هذا نوحيري إنما بقي من حاجتي يسيرة إن يربائي هذا دنتي ذي وأخاف أنساها إن إلوبنا دنتنا وانك بقيا فقام معه النبي قول استغى عليه السلام حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى كل أحاديث نوحي عدين إن إقامة هي صلاة قلتان كذو أين الشرط يهين إن لا إسسار تاسوامد والنبي قال إنك أركض دم دم بوجودي بعد الإقامة تلبات أخلاق النبي عليه السلام
iyo dabeecadiisa wanaagsanayd baa iyaduna meesha ku jirta. Salaadii baa loo taagan yahay, waa la aqiimay, nin carabiya gacanta qabsan danteeda ii dhammay buu leeyahay. Nabigu calayhi salaam wasaagoo dhammaynhaya, yani lama canaanhayo, sug ma oranhayo. Dantii nabiga calayhi salaam marka qofkaasa dantiisa uu dhammayn oo dan u yeeshay bacda aliqaama, marka taa waxay ku tusaysaa qofka muslimka karaamadiisa iyo ixtiraamkiisa suu nabigu u qadarinaya calayhi salaam. Yani maanta waad dareemi kartaa haddii kolkii la iqaamay kadib haduu qof imaamka qabsado ama dan ii gudyiraahdaba dee dadka musalliintaan daynhayninba. Nacam. Tal saddexaad iyaduna waxaa meesha ku jirta edebta iyo akhlaaqda saxaabada nabiga radia allahu tacaala canhu. Salaadii baa la aqiimay, nin baa nabiga haysta. Saxaabigu muxuu ku leeyahay? Dad baa seexanaya, yaani xagga intay uu raagayay nabigu calayhi salaam. Nin ku dhacayay nabiga calayhi salaam oo oranaya rasuulka ilaahay de salaadii baa la aqiimay, ama soo gaabi ma jirin? Tabcan. Marka waxa weeyaan hada aydan tadul aladab maca alculamaa, culimmada sida looga edebsado iyo sida looga haybaysto. Ilaa alculamaa warathatu man? Warathatu alambiyaa. Marka nin saxaabiyo ku dhacayo kulahaya rasuulallah, yani waa la iqaamay, dadkiina way seexdeen, soo kaabi ma jirin. Kolku nabigu dhammeeya unbaa la arkayay calayhi salaatullahi wasalaam. Marka akhlaaqda nabiga iyo edebta saxaabada nabiga radiallahu tacaala canhum ay lahaayeen ayaa halkaana ka muuqata, iyadoo xukunka isna meesha ku jira oo ahaa in ayna shardi ahayn iqaamada iyo salada garitaankeeda in laysa saaro. Qala calayhi raxmatu rabbi wa akhraja abu rabiic alzahraaniyu can abi cuhmaan annahdi qaala, wuxuu yihi in kaanat isalaatu la tuqaamu fayacridu lucumara, nin baa cumar u imanhaya, fayacridu lucumar baa cumar u imanhaya dan kale, fayukallimu xataa rubama, waxaa laga yaabaa jalasa inuu cumar u fa, xataa rubama waxaa laga yaabaa jalasa bacdunaa min tuuli alqiyaam, cumar sara jooga uu ninka la sara joogo inay dadkii qaarkii iska fadhiistaan baa laga yaabaa. Wa hada aydan adab aakhar maca cumar radia allahu tacaala canhu. Kada fi lkanzi, marka dadka umarada ahaa ee iyaguna waxa weeyaan xilka haya, iyaguna xurmada uu nabigu leeyahay buu leeyihiin calayhi salaatu llahi wasalaam. وأخرج ابن حبان عن موسى بن طلحة قال حر سمعت عثمان بن عفان بان كم قلي وهو على المنبر سوى منبر كتغن وخليفة مال جمعة والمؤذن يقيم الصلاة وهو عثمان يستخبر الناس تتكو وريسن هي عن أخبارهم أحواش ذو قاذي وأسعارهم يسوق سيدو يهي سعركو أيو قاذي مؤذن كنا دو وأقيمي. Marka bacda liqaama axwaasha intaa la iqaadayay, dadka wareysan hayay, sicirka wareysan hayay, suuqu suu yahay wareysan hayay, bacda liqaama qof un kulahaa yani khaliifata rasuulilah baa tahay naga soo dedejiyo, soo gaabino salaada kadib wax kasta ka dhigna ma jirin. Marka fii aydan aladab maca alumaraa waladab maca alculamaa, iyo in laga haybaysto. Kada fi lkanzi waakhrajahu ibnu sacdin can muusa naxwa waqad taqadama fi taswiyati sufuf, waxaan ku soo dhaafnay can abi suhayl bin malik can abihi qaal, wuxuu yihi kuntu maa cuhmaan fa uqiimat isalaatu, ayaa la aqiimay wa ana ukallimuhu, waa isagan soo dhaafnay. Markii lasoo dhameeyey safkan waa sigiri safka gal alxadiis. Qaala calayhi raxmatu rabbi alimaamatu waaliqtidaau fi cahdi nabiyi sala allahu calayhi wasalam wa asxaabi, imaamada iyo ku dayashadaba waqtigii nabiga calayhi salaam baabkeedii weeyaan, yaa u xaqle imaamnimadka iyay tahay inuu imaam noqdo baabkeedii weeyaan. Qaala calayhi raxmatu rabbi akhraja ibn abi shaybata can cikramata fadakara alxadiisa bituulihi fi sulxi alxudaybiya wa fatxi makka wa fihi, xadiiska waxaa ku jirtay faqaala lahu, nabigu calayhi salaam wuxuu yidhi yaa abaa sufyaan, abaa sufyaanow aslim taslam, waa nabadgel iyo iska. Fa aslama abu sufyaan baa islaamay, wadahaba bihi alcabaas baa qaaday ilaa manzilihi, gurigiisii buu geeyey. Falamaa asbaxuu, markii la waaberiistay ay subaxii gaadhay, thaara annaasu, dadkiibaa waxay u kaceen lituhuurihim, weysaqaadkii ilaa 10,000 oo ninbaa nabiga la socotay calayhi salaam, 10,000 oo ninbaa ninba weysadiisa ku dhaqaaqay. Faqaala abu sufyaan baa yidhi yaa aba alfadli cabaas,
nabiga adeerkii buu la hadlayay, wuxuu yidhi maa linnaas, dadka maxaa ku dhacay, umiruu bishayin, maxaa la amray dadka, maxaa loo sheegay, nin kasta u dhaqaaqay une ثم ذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله كيني فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة نبي مركو الصلاة دقل كبر وتكبير سدي فكبر الناس ودتكون ويلا تكبير سدين ثم ركع نبي الركوع وركعوا ثم رفع نبي كربوكع فرفعوا فقال أبو سفيان ولقي صلاة منارك وانا كاسقه رسي ما رأيت كاليوم طاعة قوم وليجي مانا أركب يردد سيدنا عبادي است عبادي دي بتأثير سيئة صلاة دي مركب السفيان حولي هاي ما رأيت ما أرك كاليوم مانت طاعة قوم وليجي دد سيدنا عبادي است وأطاع است وليجي مانا أرك جمعهم من ها هنا ومن ها هنا نبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وحي السجك يعني حقا يا حقا يعني عدك استكوجرت الصحابة عربي عجم بقى أبو سفيان وحيري ولا فارس الأكارمة فارس كرمك لما قاعد بحضي ولا الروم ذات القرون هي الرون تجي سريدة يدنا لما قاعد بحضي لقبها رير وما يسكلها هين بأطوع منهم له يعني فارس هي الروم أركيو ولما أنا أرجعت أقطع عبدا أمير كذا سيدنا النبي الله أطيع عليه السلام ولا فارس الأكارم بان أركي ولا الروم ذات القرون بأطوعتي أقطع عبدا معها منهم له النبي عليه السلام سيدنا الله أطيعي قال أبو سفيان وحير يا أبا الفضل عباس أصبح ابن أخيك ولا الكا نويل كيسي النبي كوضع عليه السلام عظيم الملك والله يري ولالكا بقر وين بو نقدي فقال له العباس باكو يري إنه ليس بملك ولكنها النبوة وحني ما أهب يري إن بقرتو يئي إن منسب إيا كرسي وحوى النبي النمو والرسالة ولذلك ذلك النبي كهل عليه السلام انت بدن سيرة الدراسية هارك يسمرك قاركوت ina isbarbar dhigayaan nabiga iyo dadkan deemaanta jooga ay rabaan nabiga mid inay ka dhigan dahaliyay buu ahaayo geesi buu ahaayo siyaasi buu ahaayo nabigu calayhi salaam geesi buu ahaa siyaasi buu ahaa calayhi salaam dowlad dhan buu badhisay shujaac buu ahaa sifo kasto oo wanaagsan way ku dhameystirnayd laakiin qabla hada kullu intuna geesi noqonin una boqor noqonin una haliyay noqonin waa rasuulullah marka u horeysa horta qir inuu yahay maxay inuu nabi yahay inu rasuul yahay kolka inta qirtay kadib waxa ka dambeeyayna ku dar laakin inaad ka bilowdo midna siyaasadiisa iyo geesi iyo cadaaladiisa iyo oo marka dambe isbarbar dhigto asaga iyo dadkan dii caanka taariikhda ku noqday in marka waxa weeyaan intaadan wax baqirin wa geesi nabigu calayhi salaam wa shujaa laakin wa in aad qirto inuu yahay rasuul ولذلك عباس بيدن كارك كل كلو يري وبقر وحو كو يري ولكن ليس انه ليس بملك ولكنها نبوة كذا في الكنز وعند الطبراني في الصغير والكبير عن ميمونة رضي الله تعالى عنها فذكرت الحديث في غزوة الفتح وفيه وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وابتدر المسلمون مسلمين تيبا أدك دكتي وضوءه ويسريسي ينتضحون في وجوههم وجهه ذا أي اسكو السيدين يعني وجهه يكو السبكان هايين اسمر مرين هايين ويسيد النبي عليه السلام فقال أبو سفيان يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما فقال عباس وحوري ليس بملك
ولكنها النبوة النبي النبوة وحنا بقر معه. وفي ذلك ويسلين إساك وسميان إسكم السحانة يرغبون ويجعليهن. قال الهيثمي وفي يحيى بن سليمان بن النضلة وهو ضعيف وقال ابن كثير في البداية وذكر عروة أن أبا سفيان لما أصبح صبيحة تلك الليلة همين كاو إسلام صبح هذه التي كان عند العباس ورأى الناس بأركي يجنحون يقو أئلا هي للصلاة يعني صلاة دي أكحي وينتشرون وفردي يعني نكسس ويسو قاتل في استعمال الطهارة ويسد قادتان كذي خاف وبقي dadkii wadanin ka sawi sidii ku dhaqaaqay 10 kun oo nimanimo u dhaqaaqay way saqad u dhaqaaqay khaf u baqay wa qala lil abbas bi kuyri ma lahum ma baluhum dadki maxaa ku dhacay la yaayeen qala abbas huuri innahum sami'u nida adan bay maqleen fahum yantashiruna lis sala han la yaayay ninka sawi sidii u qaatay salaada la soo diyaarinaya falamma hadarati salatu markay salaadi soo haadirtay وراهم واركي ابو سفيان صحابه يركعون بالركوع ركوع النبي كل ركوعيا ويسجدون بسجوده قال حير ابو سفيان يا عباس ما يامرهم بشيء الا فعلوه ورن كان وحو اشيغبا ميي سمين هيانون قال عباس حير نعم والله لو امرهم بترك الطعام والشراب لا اطاعوا يعني الصحابة النبي قال وحي الله الشيخ النبي هذا لكم السعرين يعني. انتهى. وقد تقدم في رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في حديث عائشة رضي الله تعالى عند أحمد وغيره فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر نبي عليه السلام أو بكر بو الدري بأن يصلي بالناس وكان أبو بكر رجلا رقيقا نجلع سنبوها فقال أبو بكر حير يا عمر صلي بالناس فقال عمر بيري أنت أحق بذلك هذا إيقا مضان فصلى بهم أوتجي أبو بكر تلك الأيام مالمها أيو تجين هاي أنت صلاة أوتجينا وان صورة فنمت صلاة بهاي يا حسوسا يا تدبي يتبن صلاة أوتجي نعم وفي حديثها حديث عائشة عند البخاري فقال النبي حير مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقيل له النبي حلور إن أبا بكر رجل أسيف وننجل عسن إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس ما تجن كرداتك أدوالك هكذا يستاقوا قفك هذا كيرون أيها عائشة وأعاد نبي كعلي عليه السلام فأعادوا له هذا الكبير كعلي وعائشون فعاد الثالثة فقال نبي حور إن كن إذن كوحات صواحب يوسف نبي يوسف دمر كسيباتهن مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن هل كدمر كنبي يوسف يا عائشة اسكشبها النواة هل كي يا حسوسا هذا الكي يدو عائشة هذا كيف يفعل يد كل كذا ان ابو بكر وجلعس يعني وجلعبه كود هلكن يعني وابه وكان يد وحي دونس قلبي كجره وحين لهذا بس خلاف سن سيده يسو خلاف سن ناقتي النبي يوسف اكرام كاي ددك اوو ييردي ناغا كلا اوو ييردي وجيدهدو وجيدهدو وحي النبي اركان النبي يوسف كفدنوبان سيده اوو فدنودي افكن ادك وحا كتر اكرام بان دين دياريي وأخرج أحمد عن عبد الله بن زمعة قال وحير لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم مركو النبي عليه السلام عسلا ذي حنونك قبطي وأنا عنده أنه أن لجغور بن زمعة في نفر من المسلمين دعا بلال بلال باء آدامي للصلاة فقال النبي حير عليه السلام مروا وحاض أمرتا من قف يصلي بالناس قف دتك توجيه صلاه توجيه قف نمون مره كان نبي عرب بابن قف نمون هبل وراني لكن من ام بيري من يصلي بالناس قال ابن الزمع وحيري فخرجت فاذا عمر في الناس وحان ارك عمر ودتك دخ جوغا وكان ابو بكر غائبا فقلت وحان ابن الزمع قم يا عمر او فصلي بالناس تتك توجي عمر محمد النبي صادري قال ابن الزمع فقام عمر باكعي فلما كبر عمر
عمر مركو تكبير السدي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجل بوها مجهرا من جهوري وهو عدل بوها عدكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون أوي أبو بكر يأبى الله إلهي وحديد يا ذلك إمام داس إنه إمام نقضو صلاة إيا إمام خليفة با إيا والمسلمون ويديديان أبو بكر موياني يأبى الله ذلك والمؤمنون قال وحيري ابن زمعة فبعث وحو أدري إلى أبي بكر أي قفل أدري فجاء بعد ما صلى عمر تيو أبو بكر يمد بالناس تكيب تجي أبو بكر وقال عبد الله بن الزمع حيري قال لي عمر بأيقو يري قلكو هذا لك النبي قام قلي ويحك ماذا صنعت يا ابن الزمع وحد سمي سوا محي والله بيري عمر ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك أنه النبي وكسود رمان مودي لولا ذلك هدينا سيدا مودين ما صليت ما تجيين ذاتك قال وحيري قلت وحانيري ابن زمعيري والله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة قل كان أبو بكر واي قفك أغو حق مضاني واي أبو يري وأذيك مركا إني صحابة ساوك رسريان أبو بكر أهر ريا عمر كوحيقو نبي عليه السلام دي نس كوشيقيني لكن واي اسكت سور نيب واي اسكت سور نيب حتى جودي قد عمل كويدين كالكاتات كدائمين كا ودك وسك كلا سورينهن دنيك سبوس كيس يا مقام كيسو وسك كلا سورينهن مركزان بس صحابنا هاي إنك سالك تاجين هاي إنك سونا بيقارن ده واهبل يهبل لكن دتك عنده هذا يقص سورناين قال وحير وهكذا رواه أبو داود كما في البداية قلت وهكذا أخرجه الحاكم وقال هذا صحيح وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وعند أبي داود كما في البداية في من في هذا الحديث قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال ابن الزمعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسهم من حجرته قل عمر مغلب النبي عليه السلام انتو يركعي أي مضح كسو صاري قل كيسي ثم قال لا 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 يصلي بالناس إلا ابن أبي قحافة تذكر وحاية جنكر ابن أبي قحافة يقول ذلك نبي عليه السلام ساسو يري مغضبا يعني هذا العرق إن كجرت سال يري وقد تقدم في تقديم صحابة أبا بكر في الخلافة قالوا أبي عبيدة ما كنت لأتقدم بين يدي رجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنا فأمنا حتى مات مركا وقلك أن سوى دافنا قصدي أبو بكر ما يكوير أبو عبيدة أدو أمير نقو سيرين أن نبي صلاة أنه يقول ديبي أنه هرمر مايو وقول علي بن سوى دافنا والزبير رضي الله عنهما إنا نرى أبا بكر أحق الناس بها خلاف ذا أبو بكر با أحق له بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لصاحب الغار قد كصاحب كيسي ويا النبي قال لي وثاني اثنين نكي لبادنا ويهي قد ككل جري القرآن كلا قول شاقي وإنا لنعرف وانقرانه إن شرفه شرفت عمر إيو كبره وينين تيسا ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حي نبي قال يا صلاتنا لوديبي قال عليه رحمة ربي وأخرج النسائي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال وحير لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمر أي أتغي أنصار فقال حكيري ألستم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس أنصاري هو تتام أكتهن أن النبي قلت لي أبا بكر صلاة فأيكم تطيب نفسه كابي نفتي سرال يكون نقن أنصاري أن يتقدم أبا بكر فالقفك أبا بكر هرجوك سنكر مانتا أي نفتي سرال يكون نقن واكي فقالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر كذا في جمع الفوائد وذكر في منتخب الكنز عن علي قال حير لقد
قال الخير لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس وإني لشاهد أنا جوغ أو حاضرها وأنا وما أنا بغائب أنا المغرين وما بمرض أنا حنوسنين فرضينا لدنيانا الدنيا دي خلافة دي وحن رالي وغن نقرني ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم لديننا انت يرى الدنب وذكر في منتخب حاذك قرطان ضعيف جدا فيه أبو بكر الهذلي متروك لكن دي وحا كهر ريودن هذا لكن معني يسمى ولا شيء لكن انت يرى الدنب هذا لكن عالية والدنب اكتب عليه ضعيف جدا فيه أبو بكر الهذلي متروك الحديث. وأخرج أبو النعيم في الحلية عن أبي ليلى الكندي قال حير أقبل سلمان في 13 راكبا بس كل القصة سنة حكوا تسويسا أو أبو بكر نبي عليه الصلاة الله وسلامه إن كستؤون سعد أوران إن أسقى خليفةها لكن سنصور شجنة ويسكسي سوير نيد إنه يهي خليفة المسلمين وحا أقوين السحابة أدلي شدين إنه خليفة النبي يهينا والصلاة داس كل بهدي دين تيني لود ديبه بلي رسالة دي خلافة دينا أسقى أقو حق لي وبهذا كان إجماع السحابة لكن قاتل الله الشيعة شيعاً محي ليه هنا يقو أبو بكر وباطل خلافة ديسو عمر وباطل عثمان وباطل وحين ليهين وحا أحق لها أيو علي كل كيل لو يدير يربل هل دليل أن كان أو قرآن كجرة أما النبي الشيغي عليه السلام إنه علي كي تغينا مينا كان كل كيل دمان وحي كلفت إنه قرآن كي حرفان إنه قرآن كي حرفان أي مركب بدلان أي آيادة أن قرآن كم إذا هنجر هذين آيادة ساكجرته ومسلمين تهل السنة بحدفتك marka maana nabi tuhan dhageysanayna nag soo islaamaysi tunis bay u libahay shiiciyad gabadh sunniyada hadda ma ahna sunnal jamaa laakiin waxa galaysa madhabkaayo madhabka shiicada marka ashahaadada loo qabanay wuxuu ku yiri hadalka macnihiisu wuxuu ahaa in qul wa hatra hada ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah kadibna nabigu aamani alayhi salaam wa anna aliyan ولي الله انت انا ده وي كتري هذا و خير واحد كتر هذا واحد هذا كلا وان لما 12 حجه الله لبيتهم امام عابدان كد من وحوش هذه او سي دراي وان ابا بكر وعمر وعثمان وحفصه وعائشه في النار مركز شهادتهم كميت هي الى اوقف قرا ابو بكر يا عمر يا عثمان يا حفصه يا في النار إلى قرى قفكم مسلم مؤمن أكثر ماها جنان قال مايو فقاتل الله الشيعة. وأخرج أبو النعيم في الحلية عن أبي الليلة كندي قال حير أقبل سلمان في 13 راكبا يعني صدحية تنقف أصدق الله السعود أبو يمد أو 12 راكبا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلما حضرت الصلاة قالوا تقدم يا أبا عبد الله سلمان قال الحر إن لن أمكم أنك ودن عجم نهاي عرب ما تجنو ولا ننكح نساءكم دمر كنا نقول سلمينو إن الله عجب إن الله تعالى هدانا بكم أنك إلهي نقوكين هذي يعني إذنك إلهي أنك نقو هذي. قال الحر فتقدم رجل من القوم فصلى 4 ركعات أفرق عيود بوتجين فلما سلم قال سلمان إلى مسافرين وياهين قال سلمان بكوري ما لنا وللمربعة ورانك يا أفرق عوض محانا كلا قال أفر محانا يتجيسي إنما كان يكفينا نصف المربعة أفرتا نسكت بانقو في الله أو مساها لبا ونحن إلى الرخصة أحوج إن الرخصة كو عمل فلانا أقباه بدنه. قال عبد الرزاق يعني في السفر. وأخرجه الطبراني في الكبير وابو الليلة ضعفه ابن معين كما قال الهيثمي. وأخرج عبد الرزاق عن أبي قتادة أن أبا سعيد مولى بني أسيد صنع طعاما عنت نكاس السميين مولاه ثم دعا أبا ذر وحذيفة وابن مسعود فحضرت الصلاة فتقدم أبو ذر بصلاة دينه قلت دوني ليصلي بهم
فقال له حذيفة وراءك رب البيت ننكي قرق لها باكادن بأي أحق بالإمامة مركا دي قري نن لا يسقط تقو إنو إمام نقضي ياو حق له ننكي قرق لهم فقال له أبو ذر كذلك يا ابن مسعود ورمساو الشيخ يبا قال ابن سعود نعم فتأخر أبو ذر قال أبو سعيد قال أبو سعيد حيرنك مملوك محيرين فقدموني وأنا مملوك فأممتهم هل كيف كنت جيي لك صاحب البيت هو أحق بالإمامة وعنده أيضا عن نافع قال حيري قيمة الصلاة في مسجد مساجد بلا أقيمي بطائفة المدينة مقال هذا عرف كذاها قال الحوري ولعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قريبا من ذلك المسجد أرض ابن عمر المساجد كأكتر بيربو كلها وإمام ذلك المسجد مولى إمام كمساجد كاسين أدون بوها ومسكن ذلك المولى وأصحابه ثم أدون كاس قرقيس يسحب تسون هل كاس وها مساجد كيالو فجاء ابن عمر يشهد الصلاة ابن عمر بالصلاة دي أويمد إنه كسوقيب قالوا فقال المولى تقدم فصلي ابن عمر فقال ابن عمر أنت أحق أن تصلي في مسجدك ساجد كأين تجسو هذا هو حق مدن فصلى المولى أدون كيما مشي كتجي كذا في الكنز وأخرج البزار عن عبد الله بن حنظلة قال كنا في منزل قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما ومعنا ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا له تقدم فقال ما كنت لأفعل ما سمعنا اليوم فقال عبد الله بن حنظلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بصدر فراشي ننكو أسقى أغحق مدن فراش كيسا حقي صهره يعني ماشى في عن نك فراش كلا بأحق له بصدر فراش يعني بمقدمة فراشي وأحق بصدر دابتي دابتي سنة شركة ماشى في عن أسقى أحق له وأحق أن يأم في بيتي قولي جيس ننك أسقى أحق مدن ندك تجيو فأمر مولا له فتقدم فصلى وأخرجه الطبراني في الأوسط والكبير قال الهيثمي وفي إسحاق بن يحيى بن طلحة ضعفه وأحمد وابن معين والبخاري ووثقه يعقوب بن شيبة وابن حبان وأخرج أحمد عن رقمة أن عبد الله بن مسعود أتى أبا موسى الأشعري في منزله فحضرت الصلاة فقام أبو موسى فقال أبو موسى تقدم يا أبا عبد الرحمن فإنك أقدم سنا وأعلم هذا نقوين أنا علم بدن قال وحير بل أنت تقدم فإنما أتيناك في منزلك ومسجدك فأنت أحق كري هذا مرتل قوياه قال وحير فتقدم أبو موسى فخلع عليه كبه بوسكساري فلما سلم مركو صلاة دي كبحي قال له ابن مسعود بكويري ما أردت إلى خلعهما كما محاذ صارتك أبي الوادي المقدس أنت أبي الوادي المقدس أنت وحاج وقتها وادي المقدس كنا موسى عليه السلام ما كفقل أنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى هل كان كبه إن لغت كذو وقت النبي عليه السلام ساسي أهيد ووقت النبي عليه السلام كبه ولغت كنجر لما سارجرين sababtuna muxuu ahaa masaajidku ciid buu ahaa de ma googlanayn masaajidku board camp iska ahaa marka kabaha lama saari jirin laakiin de markii masaajidii la googlay ama masaajidii maxan ku raadada markan waxa laga dhigay in kutukashadeedu in kabihi lagu tukado de ciladii way suushay haddii board gelo board ama masaajidku googliyin taas waa mid talabaad kabaha lagu tukado ama maxa keenaysa fitan bay keenay de dadkii awam ma garanayaan waa sunna iyo faral midna qof kaba ku tukan deeyo salaadii kaan sifada dadku ma haystaan awamki marka mar haday fitan keenayaan in fitanta laga tagaay waa waajib wixii fitan keenay in laga fogaado waa maxay waa waajib in kaba lagu tukado ina waa sunna de haday sunna iyo waajib isku hor yimaadina kaba la horaysiin waajib kala horaysiin yaa qala alayhi rahmatullahi rabbi qala alhaythami rawahu ahmad wa fihi rajulun lam yusamma وحسنة كنكجرانين أن لما قعابين
ورواه الطبراني متصلا برجال ثقات انت وفيه رجل لم يسمى نخبان كسو دافني هدي لي مثلا قال الشيخون اما قال رجل اما قالت امراه وحال يراها مبهم مبهم بل يراها بركه انت حافظه في رجل لم يسمى ومبهم مجيس واخرج الطبراني عن ابراهيم مختصرا ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي وفي حديثه فقال له عبد الله أبو موسى لقد علمت أن من السنة أن يتقدم صاحب البيت فأبى أبو موسى حتى تقدم مولا لأحدهما أيها المري وأخرج الطبراني في الكبير عن قيس بن الزهير قال انطلقت مع حنظلة بن الربيع إلى مسجد فرات بن حيان رضي الله تعالى عنهما فحضرت الصلاة فقال له فرات بكويري تقدم حنظلو فقال حنظلو حيري ما كنت لأتقدمك وأنت أكبر مني سنا وأقدم مني هجرة والمسجد مسجدكم انت صفات سكودر ستي فقال فرات بايري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيك نبي كان مغلي سوغ وحكولي حنظلو شيئا لا أتقدمك أبدا أنو وحبان كوهيا ونبي كايري مركا ويلي أنا كور استعجمايو. قال فرات بايري الشهيد قال ما هي كلمة؟ الشهيدته يوم أتيته يوم الطائف ما مالك طائف بعد نلجوكتي أو فبعثني عينا نبي عليه السلام وإدري إن أصو جاجو سقرش وركذا أوكيرو. قالوا حير نعم فتقدم حنظلة أيها المري فصلى بهم. فقال فرات بايري قصدي بوشيغي يا بني عجل خير كيسب الله الله يا إني إنما قدمت هذا ننك وحان صلاة أقول لي بي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه عينا نبي أدري عليه السلام إنه وركينه قريشك وركينه عدوي إلى الطائف فجاءه وركيبه كان حنظلهني فأخبره الخبر وركيبه مركا الشيغي النبي فقال النبي حير عليه السلام مركو أحواشي سيد لغيسي صدقت ارجع إلى منزلك فإنك قد سهرت الليلة حالة وردان حراسة كسو جيدي يا وركان أرد اسك هردتك فلما ولا حنظل مركو دبج جيدي وكتك النبي مجلس كيسي قال لنا نبي حير نغيري ائتموا بهذا وأشباهه ننكاسو كالي ننكاس يوحي لمدها صلاة كحدة مركز صلاة رادة أنه كتجين ما يونبي كان مقلها ذلك عليه السلام قال الهيثمي رواه طبراني في الكبير ورجاله موثقون انتهى ورواه أيضا أبو يعلى والبغوي وابن عساكر عن قيس نحوه كما في الكنز وأخرج أبو يعلى في مسنده عن عبد الرحمن بن أبي الليلى قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى مكة فاستقبلنا أمير مكة أي أنه يميت أمير كاسوها نافع بن عبد الحارث رضي الله تعالى عنه فقال من استخلفت على أهل مكة عمر با أمير كي كله أمير كي مكة مكيات كاتمد قال وحير عبد الرحمن بن أبزة أيان كاتمد قال عمر وحير عامدت إلى رجل من الموالي من أدونها أياد أديبتي أو فاستخلفته على من بها dadkii joogay oo dhan baad khaliifa uga dhigtay dadkaas oo min quraysh wa ashaabi rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam ka koobna qaala amirku xiri naam kadibna sababti buu sheegay wajadtuhu aqra'uhum likitaabillaahi ta'aala kitaabki ilaaha saga u yaqaana wa makkatu ardun wa dul muhtadaratun yaani haadir lagu yahay dadku ay wala joogan فأحببت وحان دون بيري أن يسمعوا كتاب الله من رجل حسن القراءة قال عمر حير النعمة ما رأيت حال أركتي أياء النعمة بدن إن عبد الرحمن بن أبزة ممن يرفعه الله بالقرآن عبد الرحمن بن أبزة وعد إله القرآن كقرق قاضي أسقوا أدونها هدنا عرب يعجم بسقى إمام النقضي كذا في منتخب الكنز وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن عبيد بن عمير قالوا حيري اجتمعت جماعة في بعض ماء اجتمعت جماعة باكو كل من في بعض ماء دح علبة كل من حول مكة
قال وحير حسبت أنه قال بأعلى الوادي منها ها هنا دحنا ماذا حدث. قال وحير وفي الحج وقت حج نوي أهيد فحانت الصلاة صلاة بسوق شيء فتقدم رجل من آل أبي السائب المخزومي أعجمي اللسان نن عجمي أها القرآن كأذو أقول نن أيا صلاة قلي صلاة إنه قلود دوني أعجمي اللسان يعني فصيح ما هي القرآن كأذو ما أقول عربها نقضي فأخره المصور ابن مخرمة أيا ننك إمام نمتي كسو علي وقدم غيره ننك لنا صلاة قلب يلي فبلغ عمر بن الخطاب عمر مرك حج كبد جوجي بوركي جاري فلم يعرفه بشيء وحبا منكو عنانا حتى جاء المدينة إلى مصور ومجاردي مدينة يمد فلما جاء المدينة كلكم مصور ومجاردي مدينة يمد عرفه بذلك عمر بارنتي كو عنانتي وما حد ساوسا من سيري فقال المصور وحيري أنظرني يا أمير المؤمنين إير كاري هاي قد دقني سببتا كوشاك أن ساوسا ميي إن الرجل ننكن ديب سور ريحي كان أعجمي اللسان فصيح مراهن قرآن كأذو ماخرين وكان في الحج حج نمشوي أهيد فخشيت أن يسمع بعض الحجاج قراءته قراءة ديسا أن صحرها هنا إن داد مقلام بان كبقاي فيأخذ بعجمتي عجم النمت كاس يقرآن كأن صحرها هنا مركا ينو سيدا كوقاة كان كبقاي مرك عمر محيري أو هنا لك ذهبت وما هل كاسات قشي يعني ما هل كاسات كبحضي قال نعم قال عمر محيري أصبت كذا في الكنز مرك القرآن كان إمام نمتك هذين نقطه أمام على النمتك بهذين نقطه أما أحاديث النبي عليه السلام قراءة هذين نقطه قف كل أولي بوايه وقفت لفظك صحية قف لفظك صحية لكن هذون النبي هذا الكيس عليه السلام لججبيه ارتوى الدنبي سأل سوء أيضا قرآن كهدين لججبيه إذن هو الدنبي مركا قرآن كوحاء أخرية كرأون قف صحية كي قال قلد يا سيكم حلو بان ياي إنه سوء برتو حديث كالنبي عليه السلام يشيقي مثلا والذي يتتعتع في القرآن وهو عليه الشاق قرآن كهو صحية لكن وحكو أذك ومحي قراءة بكو أذك مثلا والفجر والليال عشر ساسو اخريا لكن والفجر والليال عشر واخريا يا سيتاي اما حكو ادقون قراءات سو سارتان كي باكو ادق لكن دو ججبين هي بحروفتي يا حركات كي يوم تس قراءات ما هو ندنبي هذا النبي عليه السلام قراءات دي سنه اني لا قلداي يدنو ودنبي بل امام النووي عليه رحمه الله هو شيغي هذا النبي عليه السلام هدي لا قلقلدو حركات كي قراءات دي سوحو قف كاسي صوغ ليا هذا النبي قا اها من كذب علي فليتبوى مقعده ويحسد وهذا الكؤولي قال رسول الله مثلا لي كذب من حركات كي يوحو دم يسدح قلقلين النبي مسلم يسدح قلقلين هذا مركا انت الان تكذب على رسول الله عليه السلام مركا قراءات دا احاديث النبي عليه السلام وان انسحنو حلقات كي مركا قبصان هنا يلو ديبون قف قرن هي ملو ديبيا لكن كو انقرن هنا كو بربرو هرت الدبدها كو سو بربرتو جوني هاوس وبرت مركو الصحاب كديب حلقة ذا هاوس وفريستو وإذا كأركان عمر إنه ننكن صحي مركو الصلاة كهر جوكسلي ويا حلقة يا وقف كمثلا حديث كقالت كبكو آخر إنه دقي استمحي من قادن هيو سيدا نخن وكلام مثلا ساسا مغلي ونورن هيو قال عليه رحمة ربي وأخرج الطبراني عن طلحة بن عبيد الله أنه صلى بقوم أي فلما انصرف قال إني نسيت أن أستأمركم وحان اللبيب لطلحة إنان إذن كإذن قاتو أونا إذن ما إذن تجيا قبل أن أتقدم أرضيتم بصلاتي صلاة إذن مسحدين قالوا حيرا نعم ومن يكره ذلك يا حواري رسول الله صلاة ضياء نعيا قال حيرا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل أما قوما نكيد تجيا وهم له كارهون أسقوا الله نعيا لم تجز صلاته أذني صلاة ديسو ما دفتو محي دقاها ما دفتو مركا وحديث كان يدد بضن بمان تهيست مساجد بضن بكتاقين تهي قال الهيثمي حيري رواه الطبراني في الكوير من رواية سليمان بن أيوب الطلحي قال فيها أبو زرعة عامة أحاديث لا يتابع عليها وقال صاحب الميزان صاحب مناكير وقد وثق
وأخرج أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى أنه كان يخالف عمر بن عبد العزيز أي خلاف جري سلاد دي سواء أنتو أميركا برقيو أنتو نقول من خلافة ولكن مدينة أميركا. فقال له عمر بير ما يحملك على هذا ما هذه خلافة سأنا سو. قال الحير إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة متى توافقها أصلي معك صلاة النبي محمد وانكولتك ومتى تخالفها أصلي منفردا يعني كل جيبنتك ضد خلافته وأنقلب إلى أهلي. قال الهيثمي رواه أحمد ورجاله ثقات. وأخرج الطبراني عن أبي أيوب أنه كان يخالف مروان بن الحكم في صلاتي صلاة سو خلاف جريك أنه أمرك أمير بها. فقال له مروان ما يحملك على هذا هذه خلافة إساء. قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة إن وافقته وافقتك وإن خالفته صليت يعني منفردا إسمنتك وانقلبت إلى أهلي. قال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. مركو قفك هدو صلاة دق القلديو وبذات هدو فاتح هذا القلديو إن الصلاة كحرتي وباطل واضح. لكن محاسبة سين السحابي يقولون كلا إسكا سمي إسكا إستجدتكو كده من حافظة دي إسكتك حدايكو قبصة مر وحلقة من الكوب أحد المساجد إمام كيبا وفاتح هذا قلدي يصدح عشان المسجد كواتجوه إيسا إيش تسوي وحاد سمين صفك أمبال إسكا قلع من جماعات عادية إسكا دا حستاقون عادي لكن نيدا دو ما هنا كو حرانتا أيو إمام كاكوس كمجر يعني لكن إنا إسكا لسوع صوتها دي مال أيضا adoo dadna iska socda iyaguna iska socda inaad isla socotaan iyada dhibaatooyinkaas kuma jirto laakiin niyadadu inay ku xirantahay maaha imaamkan weena traanu adigu kulama socdo kugu ma xidni yawaan waxa isku dhacay maxay xarakaadkan baa isku dhacay marka de kolkii laga baxana iska unaga baxay marka ka baxaan taas waxay ina ka badbaadin maxay fitan fitanta ka badbaadin isa ya ha fitanta yidii maxay maash balaay kale ka badbaadin haysa marka safka iska gal keligaana iska xidho iskalana soco adoo laakiin niyadadu imaamka aanay ku xidnayn wa hadii masjidka aad kala tan masjid kale ku dhawayd ku soo tukan kartaan iyadana waa iskeed. قال علي رحمة الله تعالى وأخرج أحمد عن أبي خالد البجلي قال حير قلت لأبي هريرة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بكم. أبو هريرة مرت جيي صلاة خفيفة نوت جيي مركز يقول ورنا بكم مساس تكن جري. قال أبو هريرة وحيري وما أنكرتم من صلاتي ومحاذي قلت أنكرتم صلاة ديدا قلت أردت أن أسأل عن ذلك صلاة خفيف كهان دونينا كويديو. قال أبو هريرة وحيري نعم ساسوت جنجر النبي عليه السلام وأوجز ونقاب جري يعني أبو هريرة صلاة ديجابي. قال حيري وكان قيامه سرجوك سنتوب لك قدر ما ينزل المؤذن من المنارة ويصل إلى الصف intu quraanka akhriyo sarajigu wuxuu aha muadinku intu meel minaarada hafuulayo intu soo dhaadhacayo oo safka soo gaaray qadar inta leeg buu taagnaa. qala laythami rawahu ahmad wa lahu fi riwayatin ra'aytu aba hurayra tasalla salatan ayu tujiy tajawaza fiha adbu u khafifi rawahu ahmad wa rawahu abu ya'la al-awwal wa rijaluhum wa rijaluhuma thiqatun wa akhraja ahmad an anas ibn malik قال وحيري لقد كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أيان لتكنجر النبي صلاة خفيفة لو صلىها أحدكم اليوم هدوقف ما أنت تكذا صلاة لعبتموها عليه واتكو عيب نيسا. قال الهيثم رواه أحمد ورجاله ثقات. وأخرج طبران عن عدي بن حاتم أنه خرج إلى مجلسهم مجلس كيسي وكبح ميل فردي فأقيمت الصلاة فتقدم إمامهم إمام كبا صلاة قلي فأطال الصلاة في الجلوس فرد قبو آذو ديري فلما انصرف قال عدي محير من أمنا منكم قفكين تجيي فليتم الركوع والسجود سجود يركوع ذهات أما يسترو يونا لكن ديرينين فإن خلفه إمام كان وحاكو دبتو كان إيا الصغير والكبير والمريض وابن السبيل إيا وذا الحاجة. فلما حضرت الصلاة تقدم عدي بن حاتم نكيب قلي
وأتم الركوع والسجود وتجوز وخفيفي في الصلاة. فلما انصرف قال وحيري هكذا كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الهيثم رواه الطبراني في الكبير بطوله وهو عند الإمام أحمد باختصار ورجال الحديثين ثقات. انتهى. بكاء النبي وأصحابه في الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.